انتخابات فرنسا النهارده وقفت العالم كله على رجل. عادة احنا كمصريين احنا اكتر اهتمام لو بنهتم بانتخابات خارجية تبقى انتخابات امريكا، نعرف يا ترى اللي جاي ده هيبقى قلبه حنين علينا ولا عبط يعني. لكن فرنسا القضية مهمة جدا. ليه؟ لان كانت المنافسة بين اتنين، واحد بيدعو الى وسطية فرنسا وان فرنسا تظل دولة ليبرالية وان فرنسا تبقى عضو وتستمر كعضو في الاتحاد الاوروبي، لكن المنافسة ليه؟ لا، يمين متطرف ترفض تماما وعايزة تخرج من الاتحاد الاوروبي. في سبتمبر القادم بعد 5 6 شهور في انتخابات في المانيا. خلي بالك اوروبا في حاجة اسمها الثري بيجرز اللي هم الثلاثة الكبار العظماء، بريطانيا ألمانيا فرنسا، دول أساس أو نواة الاتحاد الأوروبي. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وعايزين يدفعوها دم قلبها عشان يبقى درس لأي دولة أوروبية تفكر تخرج من الاتحاد الأوروبي. السياسة كده. لكن لو فرنسا كمان خرجت، لا، الاتحاد الأوروبي ده كده يتحلل. عشان كده أوروبا النهاردة كانت على أعصابها وتحديدا ألمانيا. لكن النتيجة ظهرت وماكرون فاز وأصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية بعد ما فاز على منافسته مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبن بنسبة تتراوح بين 65.5%. النتيجة عندكم على الشاشة. ماكرون 39 سنة، شاب لسه، تخيل، يخرب بيك كده، ايه الجمال والحلاوة دي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من باريس. صديق العزيز الدكتور عمرو الشبكي، نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. مساء الفل دكتور عمرو. مساء النور، اهلا يا استاذ محمد. المفاجاه ان انت كتبت مقال قلت فيه ماكرون رئيسا لفرنسا قبل النتيجه ما تعلن، على اي اساس بنيت النتيجه دي؟ يعني بعيدا طبعا عن اجتهادات استطلاعات الرأي، لان احنا عارفين انه في بعض الاحيان زي ما حصل في الانتخابات الامريكية لم تكن دقيقة تماما، لكن جزء في الحقيقة من ما كتبته النهاردة حضرتك قلته في جزء من غشيته ديتك. بصراحة يعني عايز اقول لك غشيته ولخصته يعني. لا لا، العفو. يعني اولا انه فرنسا يعني بلد مهمه في الاتحاد الاوروبي، واعتقد انه ده ممكن نتخيل كده بلد زي مصر انه يبقى فيها مرشح في الرئاسه يقول انا هخرج من جامعه الدول العربيه، انه بلد بينظر لها الناس انها قلب العروبه. طبعا المفردات دي في فرنسا مختلفه. فرنسا وألمانيا على خلاف بريطانيا اللي هي منذ البداية كانت ارتباطها أكتر بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية فرنسا وألمانيا هم اللي أساس الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مرشحة متطرفة ليها موقف عدائي من المهاجرين، عندها موقف من الأقليات، عندها موقف يصل في بعض الأحيان للعنصرية، ايضا لديها رغبه في الخروج من الاتحاد الاوروبي اللي فرنسا عضو قائد فيه واحد اعمدته الرئيسيه، بالاضافه انه في سبب اخر يتعلق بالسياسه الداخليه، بالوضع الداخلي في فرنسا، وهو انه ماكرون يمثل حاله جديده يعني عن الثنائيه التقليديه اللي حكمت فرنسا منذ ان اسس الجنرال ديغول الجمهورية الخامسة عام 58. وعشان نوصلها للمشاهد في مصر، الثنائية دي كانت قايمة على اليمين الديغولي اللي هو تقريبا حكم معظم الوقت، في مقابل اليسار الحزب الاشتراكي اللي حكم مرتين، مرة مع من خلال فرانسو ميتران والمرة الأخيرة مع الرئيس الحالي. ماكرون هو مؤسس حركة سياسية شابة منذ حوالي سنة سماها إلى الأمام، ورغم أنه كان قبل كده وزير اقتصاد وكان عضو في الحزب الاشتراكي، لكنه قدم نفسه باعتباره مرشح جديد يحاول أن يعني يصلح السيستم أو المنظومة السايدة، يجددها، يغير فيها، وبالتالي نال أصوات كثير من الشباب من التيارات السياسيه الجديده اللي زهقت لما تكون انت بقالك 60 سنه بتحكمك نفس الثنائيه التقليديه اللي
سيطرت على البلد، فهو هنا نجح ياخد جزء من الأصوات الجديدة في فرنسا. مارين لوبان طبعا هي خارج هذه المنظومة، هي بتمثل اليمين المتطرف، ودائما كانت تتهم كل الأحزاب السياسية هنا في فرنسا بأنها أحزاب تقليدية تأثروا بالحكم، ثنائية حكم من 58 حتى الآن. عشان كده على عكس اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه كلينتون كانت بنت النظام القديم وكانت وزيرة خارجية وبنت الحزب الديمقراطي أيضا، يعني بنت الثنائية الحاكمة في أمريكا اللي هي الديمقراطيين والمحافظين، ماكرون نجح أنه هو يخرج من هذه الثنائية ويقدم نفسه باعتباره طيار جديد لا ينتمي. طب دكتور عمرو، 66% دي نتيجة كبيرة؟ نتيجة كبيرة طبعا، لأنه داخل في 65% و8 من 10. لكن خلينا نقول أنها، أنا فاكر لم كنت في فرنسا في 2002 وكنت لسه مخلص الدكتوراه لما فاز شراك على والد مارين لوبان الرئيس الديبولي السابق وخد 82%. فطبعا كان الانتصار كاسح، ده معناه أنه خطاب اليمين المتطرف موجود وحصلت على 34%، يعني معناه انه ان تلت الناخبين بيؤيدوها. بالضبط بالضبط، وهذا امر يعني يحتاج ان هو يتاخد بجديه. التحديات اللي قدام ماكرون كبيره، هو طبعا اكثر انفتاحا معانا، موقفه من قضايا كتير، قضايا الاستعمار والقضيه الفلسطينيه وحتى قضيه الانفتاح على شعوب العالم الثالث والعالم العربي اكبر. لكن طبعا هيبقى قدامه تحدي انه يعمل اغلبيه برلمانيه تأيده في البرلمان، الانتخابات البرلمانيه بعد اقل من اسبوعين، وده هيبقى تحدي كبير مش قليل. انا بشكرك الدكتور عمرو الشبكي نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، يحدثنا من باريس معلقا على فوز الرئيس الفرنسي ماكرون. امبارح اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحه والسكان ان هم عملوا فحص لعينه من 1.5 مليون مواطن علشان فيروس سي في برنامج المسح الطبي الشامل لاكتشاف المصابين بفيروس سي. لما انا قريت الخبر فوجئت بانهم اكتشفوا، خلي بالك، من 1.5 مليون 132,327 مصاب بفيروس سي. ده دي عينة مسح. لو انت خدت الناس المصابين للعينة يعني تقريبا 10%، ده رقم مش قليل يا اخوانا. يعني ان هناك، لو افترضنا ان تعدادنا 100 مليون نسمة، ان في 10 مليون مصابين بفيروس سي. خلي بالك دول مرضى جدد. طب ما احنا عندنا مرضى بيتعالجوا. خلينا ناخد تفاصيل اكتر من الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. مساء الفل دكتور محمد، وعاوز أعرف هل فاجئتك العينة إن يطلع 19% من عينة عشوائية مصابين بفيروس سي؟ هو طبعا هو دي عينة عشوائية. أنت لو تتذكر حضرتك في قرار لمجلس الوزراء كان في 2016 من حوالي 7 شهور باعتماد 6 فئات للمسح الصحي كمقدمة للمسح الصحي الاجتماعي الشامل لفيروس سي، واخد بقى حضرتك؟ نعم. فده أول إعلان منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى للمسح الصحي، واخد بقى حضرتك؟ أنا مثلا عندي مؤشرات، المؤشرات زي ما حضرتك تفضلت أن الرقم ده رقم لا يعتبر قليل. السؤال المهم جدا يا استاذ محمد، هل نبني على ما اعلن كنسبه تواجد المرض حاليا في مصر؟ اسمح لي اقول لك لا. ليه؟ لان الفئات المذكوره في الاعلان معالي الوزير دي شملت 6 فئات اللي هي محدده بقرار مجلس الوزراء، من ضمنها الناس في بنوك الدم، تبرع الدم، راغبين السفر، العاملين بالفريق الصحي. يعني قصدك هناك فئات اخرى تحمل الفيروس؟ بالظبط كده، وعشان اقول ان النسبه دي تعبر عن المجتمع بنسميه اللي هي اللي بيسموها الدراسات
أكاديمية لإبيديمولوجي، اللي هي دراسات ميدانية لمعرفة حجم المشكلة بالنسبة للمرض. فأنا دلوقتي زي هو بدأوا بداية صحيحة وزارة الصحة في ألمانيا، وهي مذكورة في عدد من الرقم اللي أعلن بالنسبة لمحافظة ألمانيا وبعض المحافظات، بس مش شاملة المحافظات كلها. فإحنا دلوقتي بنقول إن دي خطوة جيدة لوزارة الصحة، إنها بداية فعلية. المسح الصحي الاجتماعي الشامل ده هيبقى مكلف جدا، وإن أنا آخد سيكتورز المحافظات كلها، أنا عندي 27 محافظة بنفس الميكانيزم بنفس الفعالية، وأهم حاجة يا أستاذ محمد يدخلوا لي لداتا انتري أو قاعدة بيانات واحدة بنفس النظام. طب اديني تقديرك يا دكتور محمد وأنت في هذا الملف منذ سنوات طويلة عن عدد حاملي الفيروس في مصر النهاردة، كام مليون؟ والله احنا بنقول قريب من الرقم ده إلى حد كبير، طبعا أنت عارف 10 مليون ولا أكتر؟ احنا بنقول من الاولا اللي هم عندهم اجسام مضاده بيبقوا حوالي 12 مليون ل 14 مليون تقريبا. الناس اللي عندهم اوريدي البي سي ار اللي هم المرضى الفعليين بيبقى اقل من هذا الرقم بحوالي 40% تقريبا، يعني بتتكلم في 17 18 مليون. لا، المرضى الفعليين هيبقوا اقل من 10 مليون يعني على الواقع اللي احنا شايفينه حاليا. ولكن احنا بنطلبه طبعا اتعمل حاجه المسح بيسموه دي اتش اس في 2008 و2015، ده كان مسح صحي عن فيروس سي، ولمشروع كان اجنبي ولكن في اساتذه مصريين ووزاره الصحه اعتمدت عليه. احنا بنقول الرقم اللي اعلن النهارده انا بعتبره بدايه طيبه، رغم ان هو شامل فئات معينه مش كل الفئات الحلول طبعا. الحلول ماشي، الوزير عرف ده، هيتعمل ايه الوزاره؟ ده اللي يهمني. ما هي ده المهم بقى، ان انا احط البادجت يا بيه، يعني ان انا دلوقتي اعمل ميزانيه لعلاجهم. ايوه طبعا طبعا، انا عندي ارقام. احنا انا متوقع الرقم اكتر من ده لو عملنا في جميع المحافظات ده بالشكل الرسمي وعددنا زودنا 6 فئات. نعم بالظبط، ان انا ادخل على القريه زي ما انا بدات في المنيا دلوقتي تبع الوزاره. وعلى فكره انا بحيي منظمات المجتمع المدني الان جي او، 5 منظمات مجتمع مدني عاملين شغل كويس جدا جدا في المنيا برضو. انا بشكرك دكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحده اورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. نسبه كبيره، الاهم بعد ان وصلنا الى هؤلاء المرضى هنعالجهم ازاي. دكتور محمد بيقول لك عايزين ميزانيه لوزاره الصحه، مرض خطير ابتدينا نعالجه بالدواء الثنائي السوفالدي ومعاه ادويه اخرى، يا رب. في قصه غريبه كده مش معانا وقت يا شباب نحكيها؟ خلاص معانا. نشوف التقرير الاول ولا نحكي؟ نشوف التقرير. قصه كده غريبه شوفوها. مشكلتي ان انا لقيت نفسي ميت ومتهدد بالقتل بسبب شهادتي الوفاه دي. محمد الشاعر وعلي الشاعر ومحمود الشاعر وهناء فاروق الشاعر، دول اللي هم بيهددوني بالقتل، دول اللي هم بلغوا ان حضرتك متوفي وعملوا لا، محمد الشاعر اللي بلغها انني ميت وطلع بالجيش محمد حليم علي البدري ابن حضرتك من الجيش بشهاده الوفاه المزوره ابن حضرتك وعمل كده عيلي بقى الشقه وعمل شهاده مرضيه اشتكالي بنفع، وازاي ان انا راجل ميت ويتحكم عليها بنفقه ومعايا شهاده وفاه بنفسي وانا جايبها، ابني جايبها لي، قعدته جابها لي من الاحوال المدنيه عشان نتاكد في جثه اتدفنت. فالدكتور ما بيعملش ضميره لان في جثه اتدفنت، وبقول كده ورحت مكتب الصحه في الجماليه لقيت اسمي في الدفتر، قالوا لي في جثه اتدفنت، وكل الناس معترفه ان في جثه اتدفنت. ازاي ان انا راجل ماشي واتشم التمويل واتهدد بالقتل انا وعيالي وبيتي عشان حته شايت مساكن عاوزين يقطعوا مني؟ فانا بطالب بحق الله. الراجل ده اسمه حليم خليل، طلق مراته، مراته قررت تنتقم منه، عملت ايه؟ قدرت انها تطلع شهاده وفاه ليه، جثه في قبر، ونجحت في انها تجيب شهاده وتحط عليها اسم. فالراجل ده اتشال من كل بطاقات التموين من حياته، ده راجل غلبان، بطاقته الانتخابيه
الدنيا باظت معاه، راجل ليس له ذكر كحي في الدولة وهو حي، مسك شهادة وفاته في ايده وماشي بيها، كل ده علشان طليقته عايزاه يتنازل عن الشقة بتاعته اللي هو قاعد فيها. والشباب في الإعداد بيجهزوا التقرير فكانوا واخدين كده عنوان الميت الحي، قلت لهم لا، إبليس العنوان، الشيطان يعلن استقالته. بس يعني فكر الأبلسة ما يوصلش لحد كده. أنا عديت مرحلة إن أنا اندهش من أي حاجة، كل حاجة ممكن تحصل، بس يخرب بيت كده، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني تطلعي لطليقك شهادة وفاة، ده أنت بتطلعي عينه، بتخرب بيته، روحي قولي عليه إخواني أرحم. يعني صح ولا غلط؟ يعني الشيطان عليه أن يستقيل، وأعتقد إنه أعلن استقالته في مصر يعني. خلونا بقى نشوف حاجة كده تطرع القلب. ثورة في عالم الطيران لضمان سلامة الركاب، انتوا عارفين حوادث الطيران والناس بتركب الطيارة، بصراحة أنا لما بركب الطيارة بكون خايف وبقعد أتشاهد والدنيا بتبقى بايظة يعني، ببقى فضايح. لكن في بقى اختراع اتعمل كده اللي هو تركب الطيارة إن شاء الله زي ما طلعتها حتة واحدة تنزل منها حتة واحدة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع أقول لكم عندنا إيه بعد الفاصل. شايف طيارة عملت حادثة، كارثة، خلي بالك اللي بيموت في الحادثة بياخد له مليون دولار النهاردة، كل اللي فيها ماتوا، كل اللي فيها ماتوا، رغم بيقول لك الطيران أأمن وسيلة في العالم. طيب في شركة طيران قررت تخترع طيارة حلوة كده، عايزكم تشوفوها قدامكم. ده مهندس أوكراني اسمه فلاديمير تاتانكوف، هو اسمه كده يعني، انتوا هتراجعوا ورايا. المهم عامل لك الطياره دي اهي، شايف بيرسمها لك اهي في الطوارئ بقى في الامرجنسي. ده الراجل اهو المخترع فلاديمير ده، بقيت الصور يا شباب. طياره طايره اهي، ده اختراعه، شايف انفصل الجسم اللي فيه الركاب، يعني الطياره هتطير. بص ادي الركاب اهم، وبقى شايف الجسم اللي فيه الركاب ده ينفصل عادي، خلاص انفصل الجسم. ايه اللي بيحصل بقى؟ خلي بالك الابتكار ده، بص جسم الطياره نازل اهو، بس باراشوتات شايلاه، الناس جواه ما ماتتش ولا غرقت ولا حاجه، بص الناس نزلت عادي. اللي هو بقى هتقول لي اي والطيارة بص ده معناه ان هو فصل جسم الطيارة عن المكان اللي قاعد فيه الركاب. الابتكار ده خد 3 سنين، الاجمل انه معترف بيه، خد براءة اختراع من المنظمة العالمية للطيران المدني، وجرى اختباره في المعهد السوفيتي. يعني ده منتظر يبقى ثورة الطيران القادمة في العالم، اللي هو وداعا لحوادث الطيران. يعني جزء ينفصل، الطيارة بقى تروح في داهية مالناش دعوة بيها، انت راكب قاعد خلاص في برشوتات هتنزلك، وفي جزء مكمل لده. طيب لو نزلت على الأرض، طب لو نزلت على بحر، طب لو نزلت في القاهرة هتعمل ايه على البرج؟ بعد الفاصل عندنا فقرة مهمة جدا تتعلق بمقترح قدمه، يعني نستخدم تعبير تجريم، لا يعني ان احنا مش عايزين منع ان الاطباء اللي بيعملوا في المستشفيات الحكومية يعملوا في المستشفيات الخاصة او العيادات الخاصة مقابل ايه؟ تعويضهم ماديا. صاحب الاقتراح او البحث النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب، وهتشرفنا الدكتورة منى مينا وكيل مجلس نقابة الاطباء، ونتناقش في الموضوع ده، ويا ريت الاطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكوميه يتدخلوا معانا ويقولوا لنا رايهم. نطلع فاصل. بعد الفاصل، بسام فليفل عضو مجلس النواب. قدم فليفل مشروع قانون لتنظيم العمل في المستشفيات،
ويرى فليفل أن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وغرضه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة بسبب العمل في مستشفيات جامعية أو خاصة. فالمشروع يجرم عمل الطبيب المعين في مستشفى حكومي بأي عمل خاص مع منحه المقابل المادي المناسب. ويقول النائب رداً على هجوم الأطباء عليه بسبب مؤهله المتوسط أن هذا الهجوم لا يرقى لمستوى الحوار ويفتقر للاحترام، خاصة أن التعليم ليس مقياساً بحكم كونه نائباً ممثلاً عن الشعب. الدكتورة منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء. رحبت منى مينا بالمقترح المقدم من لجنة الشكاوي والمقترحات في البرلمان حول تفرغ الطبيب للعمل بالمستشفيات الحكومية أو الاستقالة منها بشرط تقاضي الأجر الكامل، ودون ذلك سيكون محاولة لطرد الأطباء من المستشفيات الحكومية ولجوئهم إلى الهجرة إلى الخارج. وتقول وكيلة نقابة الأطباء أنه حتى الدول الفقيرة والدول التي تعاني من الحروب تعطي مقابلاً عادلاً للأطباء، مضيفة لا يمكن أن يتفرغ طبيب من عمله وتعطيه 2000 جنيه، مؤكدة أن الأجور العادلة للأطباء ليست تقديراً لهم ولكن احتراماً للمريض.